بسم الله الرحمن الرحيم. تشكل القصور الصحراوية رافدا مهما في التفاعل الحضاري. في هذا العدد نحاول معرفة هذه القصور الصحراوية وظروف نشأتها والأدوار التي لعبتها، ثم كيف نثمن هذه القصور الصحراوية مع الباحث الدكتور بومدين كعبوش. أهلا وسهلا بك دكتور. أهلا وسهلا ومرحبا، ومرحبا بكم في ربوع ولاية الأغواط، ومرحبا بنا عندكم في هذا البرنامج الشيق. وإن شاء الله أتمنى أن تكون الاستفادة جمة من خلال هذا البرنامج. شكرا دكتور. دكتور، بداية لابد لنا أن نتعرف على القصور الصحراوية وماهية هذه القصور ومدى إسهاماتها في التفاعلات الحضارية. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. في الحقيقة أن موضوع القصور الصحراوية هو موضوع ذو شجون، وموضوع يعني تتقاطع فيه مجموعة من العلوم ومجموعة من الاتجاهات البحثية. عندما نتكلم عن القصور الصحراوية، وكلمة القصور لا نقصد ربما بها المدلول الشائع أو المعجمي لكلمة القصر، ولكن القصر بدارجتنا العامية المحلية نقصد بها ذلك التجمع السكاني الذي يقوم على مجموعة من المساكن المحاطة بسور يحيط بهذا المكان، وتنتشر هذه القصور في غالب منطقة الأطلس الصحراوي إضافة إلى المناطق الصحراوية، وهي لا تقتصر بالمناسبة على الجزائر، ولكن تنتشر في كثير من دول المغرب العربي وغيرها. القصور الصحراوية ظاهرة حضارية بامتياز يمكن أن نشرحها من خلال إعطاء نظرة حول مكونات هذا القصر. القصر إذن هو مجموعة من المساكن أو المنازل الصالحة للسكن التي يحيط بها سور دائري يعني أو شبه دائري تتخلله مجموعة من أبراج الحراسة، ويوجد خلال هذا السور مجموعة من الأبواب. داخل القصر هناك شبكة من الطرق والأزقة والأنهج الضيقة تلتقي في 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 رحبة أو في رحبات أو ما يشبه الميدان الصغير الذي تلتقي فيه هذه الرحبات. دكتور بومدين كعبوش، ما هي الظروف أو الدواعي التي أدت إلى نشأة هذه القصور؟ في الحقيقة عندما نلاحظ طريقة بناء القصر في حد ذاته والأماكن التي بنيت فيها هذه القصور، سنجد أن الوظيفة الأساسية التي أنشئت لأجلها وبنيت لأجل هذه القصور تتمحور في مجموعة من النقاط. أولا الوظيفة الأمنية أو العسكرية، نجد أن هذه القصور توجد في أماكن عالية في هضبات، يعني في أعلى الهضبات أو حتى في على الجبال. إذن هناك وظيفة أمنية وعسكرية. لا ننسى أن الإنسان قديما كان دائما يعمل على حماية نفسه من الأخطار الخارجية، سواء كانت هذه الأخطار أخطارا طبيعية أو تحديات طبيعية أو معيقات طبيعية أو حتى أخطار بشرية مثل الغزوات والإغارات التي كانت تقوم بها القبائل والمجموعات البشرية على بعضها البعض. إذن الوظيفة العسكرية والوظيفة الأمنية تبدو واضحة ليس فقط في موقع بناء القصور، ولكن حتى في طريقة بنائها، فهي عبارة عن أماكن محاطة بسور محصن تتخلله مجموعة من الأبراج، وحتى الأزقة والأنهج الضيقة التي يسهل الدفاع عنها توضح الطبيعة العسكرية والأمنية لهذه القصور. القصور توجد أبواب، وهذه الأبواب تغلق مساء لكي تفتحها صباحا لمنع اللصوص أو منع الغرباء من الدخول إلى داخل محيط القصر. هناك أيضا الوظيفة الاقتصادية، وأيضا نستشف هذه الوظيفة الاقتصادية من خلال الأماكن أو المناطق التي أنشئت في هذا القصور. سنجدها على ضفاف الأودية بالقرب من منابع المياه
المياه بجنب الواحات صالحة للزراعة على 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 خطوط طريق التجارة سواء التجارة المحلية أو التجارة الكبرى يعني. ومنطقة الأطلس الصحراوي أو المناطق الصحراوية سنجد أن أغلب القصور تقع في طريق التجارة. إذن القصر الصحراوي هو مكان للعيش غالبا بجنب الواحة وهنا لممارسة النشاط الاقتصادي الأساسي وهو الزراعة أو على خط التجارة، وهنا يعمل القصر وظيفة أخرى وهي وظيفة السوق أو وظيفة المخزن للقبائل الصاعدة أو النازلة المتجهة شمالا أو المتجهة جنوبا، المخزن الذي تضع فيه حمولتها التجارية أو بضائعها في انتظار يعني نزولها جنوبا أو صعودها شمالا. ما هي أهم القصور في منطقة الأغواط؟ ثم دكتور بومدين كعبوش، أدوار عديدة لعبتها هذه القصور على أصعدة متعددة، سياسية، اقتصادية، عسكرية، دينية، ثقافية، فهل لك أن تقف عند كل واحدة من هذه الأدوار؟ قلت بأنه في الدور الاقتصادي الذي يلعبه القصر وهو يعني هو سبب في نشوئه، أنه مثلا الكثير من القصور نجدها على طريق التجارة. لا ننسى أنه قديما إذا كنا نتكلم على المحيط الجزائري والآن تعداه إلى بقية المجالات سواء في المغرب الأقصى أو المغرب الأدنى مثلا في تونس أو في طرابلس الغرب، نتكلم عن الجزائر سنجد أن خطوط التجارة العالمية أنذاك التي كانت تصل إلى الصحراء الكبرى تمبكتو وغاو وكيدال وغيرها من المناطق الصحراء الكبرى كانت تمر على 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 هذه القصور. يعني نجد أن هذه القصور وجدت في محطات هذه التجارة الكبرى، إضافة إلى أن القبائل البدوية وشبه البدوية كانت تعتمد على هذه القصور في كونها محطة لتبادل السلع وتبادل التجارة يعني أسواق، وأيضا كانت تستعمل هذه القصور كمخازن لأنها محصنة وأنها محمية من الظروف الطبيعية والبشرية، فتستعملها كمخزن لبضائعها لتحميها من 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 العاديات العوادي الطبيعية أو حتى البشرية. إضافة إلى أن هذه القصور كانت أيضا مكانا. هذا عن الدور العسكري، فماذا عن الدور الديني والثقافي؟ في الحقيقة أن القصر يمثل مظهرا حضاريا، بمعنى أن القصر هو الجانب الحضاري. لا ننسى أن الجزائر في الفترات الحديثة والوسيطة وحتى قبلها كانت تنقسم إلى مجتمعين، مجتمع بدوي ومجتمع حضري، وهذا المجتمعين كان بينهما تعايش اقتصادي واجتماعي وثقافي. وفي القصر يمثل طائفة الحضر إذا صح التعبير. سنجد هناك المسجد كمؤسسة دينية وثقافية، سنجد أيضا الحرف، سنجد يعني أن القصر هو مكان الذي تتمثل فيه العناصر الحضارية. بعض القصور كانت نشأتها بسبب أحد الصلحاء، واحد من الأولياء الصالحين أو أحد العلماء أو أحد الصلحاء الذي من خلال وجوده سواء وجوده حيا أو وجوده حتى بعد وفاته وإقامة ضريح على قبره تنشأ ابتغاء بركته أو ابتغاء علمه في حال حياته تنشأ مجموعة من المساكن التي تتحول إلى قصر. فنجد أن هذه القصور تقوم بوظيفة ثقافية ووظيفة دينية أيضا. لا ننسى أن المساجد العتيقة والمدارس العتيقة التي وجدت في هذه القصور قدمت الكثير من يعني وكانت هي وجه الثقافة في ذلك الفترة، يعني هي المؤسسات وهي المنارات الثقافية في ذلك الوقت، وهو ما نستشفه من خلال مثلا إذا كنا نتكلم على قصور منطقة الأطلس الصحراوي مثلا منطقة الأغواط وغيرها وبقية المناطق، سنجد أنه هذه القصور قد ورد ذكرها في رحلات الحجاج المغاربة، رحلة العياشي ورحلة الناصري الجد ورحلة الناصر الحفيد ورحلة الحضيكي ورحلة الحسن اليوسي وغيرهم من الرحلات الكثيرة جدا التي كانت تمثل هذه القصور محطات يستريحون فيها، يقومون بمبادلتهم التجارية، ولكنها أيضا كانت أماكن للتبادل الثقافي، حيث حرص هؤلاء الرحالة على زيارة هذه القصور وعلى
تبادل المعرفة، تبادل الإجازات، أخذ العلم، وأحيانا تقديم العلم أيضا، يعني من خلال الخطابة، من خلال التدريس، ومن خلال الفتية، أو من خلال الإجازة والاستجازة. فكان لهذه القصور دور ثقافي مهم جدا. نقطة أخرى فيما يخص أن هذه القصور، ملاحظ أن هذه القصور تحوي طوائف من الناس المهارة الحاملين للحرف، فنجد أنه بالكثير من الحرف، سواء هذه الحرف كانت متعلقة بالزراعة، متعلقة بالصناعة، متعلقة بالتجارة، متعلقة بغيرها من النشاطات الاقتصادية، سنجد أنه هذه القصور حفظت الحرف التقليدية التي كان يقوم عليها المجتمع الجزائري في 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 ذلك الوقت. إذن فللقصر وظائف متعددة، سواء كانت هذه الوظيفة ثقافية أو وظيفة دينية. لا ننسى أيضا أنه القصور أيضا لأنها مكان محمي، لأنها كان محمي، كانت تحتوي بعض المكتبات. هل بالإمكان أن نطرح سؤال، يعني بالإضافة إلى الدور الثقافي والديني والحضاري، إلى الدور السياسي الذي يلعبه القصر؟ الأدوار السياسية التي لعبتها القصور في كونها أن بعض القصور أصبحت مقرا للسلطة السياسية، مقر للسلطة السياسية، سواء كانت هذه السلطة ذات امتداد يعني محلي أو حتى امتداد كبير. مثلا لو نجو إلى قصر بني جلاب في الذي كان عبارة عن مقرا لإمارة بني جلاب في 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 نواحي في الجنوب، في الجنوب الشرقي، وغيرها من القصور، حتى في الجنوب في منطقة تتوات أيضا التي امتازت بقصورها الكثيرة جدا، وكان لها أيضا دور سياسي. في جانب الأدوار السياسية سنلاحظ أنه مثلا السلطة العثمانية أو غير، حتى قبل السلطة العثمانية، الإمارات، الإمارة الزينية وغيرها من الحفصية أو المرينية التي كانت تتنازع على حكم هذه المناطق، كانت تتنافس على من على وضع سلطتها ومد نفوذها السياسي على هذه القصور، عن طريق مثلا فرض الخطبة في المساجد وضرب السكة وما إلى ذلك من علائم فرض السيادة. في الفترة العثمانية أيضا سنجد أن السلطة السياسية العثمانية حاولت مد، عبر مجموعة من الحملات، مد سلطتها على هذه القصور الصحراوية بالذات في الأطلس الصحراوي. لهذا سنجد مثلا حملة الباي محمد الكبير وغيره. في الفترة الفرنسية أيضا سنجد أن الفرنسيين سيكون لهم مشروع متكامل للسيطرة على هذه المناطق، والأمر كان واضحا، والأهداف العسكرية والأهداف السياسية كانت واضحة بالنسبة للفرنسيين، كانوا يريدون السيطرة على هذه المناطق بغية مد نفوذهم السياسي، ومن ثم مد نفوذهم الاقتصادي والديني وما إلى ذلك. دكتور بومدين كعبوش، أشكرك على هذه الإضاءات في تاريخ القصور وظروف نشأتها والأدوار التي لعبتها القصور الصحراوية. شكرا جزيلا لك. شكرا جزيلا أستاذي الكريم الفاضل على هذه الإضاءة على القصور، والتي في الحقيقة تحتاج إلى برامج كثيرة جدا وندوات ومنتقيات للوصول إلى فهم طبيعة هذه القصور وفهم طبيعة أدوارها الحضارية. إذن شكرا لك دكتور مرة أخرى. مشاهدينا الكرام، نشكركم شكرا جزيلا. كانت هذه إذن إحدى الصفحات حول القصور الصحراوية وتفاعلاتها، ظروف نشأتها، ثم الأدوار التي لعبتها السياسية، الدينية، العسكرية، الاقتصادية والثقافية، ثم بعدها تثمين هذه القصور، وما جاء في هذه الصفحة هو عبارة عن مقدمات يحتاج إلى تبيان وتفصيل في حلقات مقبلة. إلى أن ألقاكم في عدد مقبل، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم.